بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أبنائي طلاب الصف العاشر مع نموذج امتحان كامل بالإجابة. في البداية يا أبنائي طلاب الصف العاشر، هنبتدي مع بعض بأسئلة المقال. خلي بالك كده من المكتوب فوق، بيقول لك خلي بالك من الزمن كويس، الزمن 2:15، ومكتوب الأسئلة في 11 صفحة. نبتدي مع بعض مع أسئلة المقال، بعض مع السؤال الأول. السؤال الأول رقم ألف بيقول لي أوجد مجموعة حل المعادلة القيمة المطلقة لـ2 س ناقص 3 تساوي القيمة المطلقة لـ س زائد 1. طبعا معروف السؤال ده يا شباب على حل معادلة القيمة المطلقة. زي ما اتفقنا لما نيجي نحل سؤال معادلة القيمة المطلقة، أنا عندي قيمة مطلقة بتساوي قيمة مطلقة. في البداية بنقول إما أو، بناخد القيمة المطلقة الأولاني أو المقدار اللي جوه القيمة المطلقة الأولاني ننزله مثل ما هو في الحالتين، 2 س ناقص 3 يساوي أو 2 س ناقص 3 تساوي. على الطرف اللي على إيدنا اليمين بناخد السين زائد 1 نفس الإشارات، أما على إيدنا اليسار هنغير كل الإشارات بما فيهم السين، أوعى تنسى تغير إشارة السين، فتبقى سالب س سالب 1. هنيجي على ايدنا اليمين عندي س في الطرف الايمن وس في الطرف الايسر، وعندي سالب 3 في الطرف الايمن وموجب 1 في الطرف الايسر. زي ما اتفقنا رجاله هنخلي السينات مع بعض في طرف، وهنرحل السينات 3 ناحيه الواحد بشاره مخالفه، فهتبقى الاجابه 2 س ناقص س تساوي موجب 1 موجب 3، او 2 س نفس الطريقه هنرحل السالب س الناحيه الثانيه وب 2 س زائد س تساوي سالب 1 هنرحلها الموجب 3 الناحيه الثانيه. عندك على ايدك اليمين 2 س ناقص س يعني معناها س، وواحد زائد تلاتة بتساوي كام يا شباب؟ يبقى واحد زائد تلاتة بتساوي أربعة، معنى كده إن س القيمة الأولانية س بتساوي أربعة. أما على إيدنا اليسار 2 س زائد س هيبقى 3 س، وسالب واحد وموجب تلاتة هتطلع موجب اتنين. هنقسم على تلاتة الطرف اليمين والطرف الأيسار، يبقى معنى كده إن س بتساوي 2/3. أوعى تنسى تكتب، هو بيقول لي أوجد مجموعة الحل، أوعى تنسى تكتب مجموعة الحل، يبقى إذا مجموعة الحل بتساوي كام؟ 4.2/3، يبقى مجموعة الحل بتساوي 4 و2/3. ده كان السؤال الأول يا شباب، السؤال الأول رقم أ. هنروح للسؤال الأول برضو بس رقم ب. بيقول إيه؟ في السؤال الأول رقم ب بيقول لي احسب مساحة قطعة دائرية زاويتها المركزية 60 درجة وطول نصف قطر دائرتها 10 سنتي. طب احنا عارفين علشان نحسب مساحة القطعة الدائرية لازم يكون عندي قياس الزاوية بالقياس الدائري. هو عاطي لي الزاويه هنا بالقياس ايه؟ القياس الستيني. استاذ انا بعرف ازاي القياس الدائري والقياس الستيني؟ لو انت ملاحظ هنا مكتوب كلمه 60 درجه، علامه الدرجه فوق معناها ان ده قياس 60. طب يلا نبتدي مع بعض نجيب القياس الدائري. هنجيب ه د هتساوي 60 ضرب باي تقسيم 180، يعني هنحول 60 درجه دي لدائري، يبقى 60 ضرب باي تقسيم 180. طبعا ده قانون احنا عارفين، يبقى معنى كده ان الهاء تساوي باي على 3 او بتساوي تقريبا 1.0472. طيب وعندك نصف القطر اللي هو نق بيساوي كام يا رجاله؟ نق بيساوي 10. يبقى كده نقدر نجيب مساحه القطعه الدائريه. هنكتب القانون، مساحه القطعه الدائريه بتساوي نص ضرب نق تربيع ضرب ه د ناقص ج ه. يلا نعوض، النص هينزل يا شباب، النق ب 10 يبقى ضرب افتح قوس 10 سكر قوس تربيع ضرب ه د اللي احنا جبناها اللي هي 1.0472 ناقص ج ه، اي ان ج 60 اللي هي تطلع بقى نحسبها مع بعض. هيبقى عندي مساحة القطعة الدائرية هيساوي 9.06 سنتيمتر مربع. خلي بالك يا شباب لو قال لك احسب مساحة القطعة الدائرية لأقرب سنتيمتر مربع، يبقى هنقرب 9.06 يعني تطلع تقريبا 9 سنتيمتر مربع، بس هو في السؤال ما طلب التقريب، عشان كده كتبنا 9.06 سنتيمتر مربع. كده خلصنا السؤال الاول، ولو انت لاحظته كده في بدايه في بدايه الاجابه كده كان السؤال الاول ده عليه لوحده 12 درجه كامله. يبقى لأي سؤال عايز تركيز يا شباب عشان تجمع درجات في الاختبار. طيب نشوف السؤال الثاني. السؤال الثاني وعليه 11 درجة. نبتدي بالسؤال الثاني رقم أ. بيقول لي حل النظام 2 س زائد ص تساوي 3 و4 س ناقص ص تساوي 9. طبعا معروف إن الدرس ده بتاع إيه؟ حل معادلتين من الدرجة الأولى في متغيرين. معادلتين وهم اتنين من الدرجة الأولى وفي متغيرين. يبقى أول حاجة يا جماعة بنسمي، طبعا أنتوا عارفين خطوات الحل من قبل لما درسنا مع بعض، أول حاجة بنسمي المعادلة الأولى رقم 1 والمعادلة التانية رقم 2. ها
هنشوف كده معاملات السين، هنلاقي معاملات السين مرة 2 ومرة 4 مش متشابهين، مش متساويين. هنروح لمعاملات الصاد، مرة موجب 1 ومرة سالب 1 متساويين لكن مختلفين في الإشارة. يبقى في الحالة دي طالما المعاملات مختلفة في الإشارة يبقى هنقول له بالجمع. لما نجمع الرجال هيبقى 2 س و4 س، هيبقى 6 س. ولما نيجي نجمع 3 زائد 9 تساوي كام؟ 12. ومستلزم الموجب ص وسالب ص راح طبعا اتحذفوا مع بعض، لان هي الطريقه اسمها طريقه الحذف، احنا بنشتغل بطريقه الحذف. موجب ص وسالب ص اتحذفوا مع بعض. 6 س بتساوي 12، احنا عايزين قيمه الس، يبقى نقسم الطرفين على كام؟ هنقسم الطرفين على 6، فتصير عندي الس بتساوي 2. كده احنا حلينا ولا لسه؟ لا لسه ما خلصنا، احنا حسبنا قيمه الس فقط، لسه فاضل قيمه الص. هنضطر بقى نعوض في اي معادله من المعادلتين عشان نجيب قيمه الص. تعال نعوض مثلا في المعادله رقم 1، 2 س معناها ايه؟ معناها 2 ضرب س، يبقى 2 ضرب س اللي طلعت قيمه س اللي طلعت س طالعه ب 2، يبقى 2 ضرب 2 زائد ص بتساوي 3. 2 ضرب 2 اللي هي 4 يا شباب، زائد ص بتساوي 3. هروح الاربعه الناحيه الثانيه، يبقى ص هتساوي 3 ناقص 4، يعني معناها كده ان ص بتساوي كام؟ ص بتساوي سالب 1، اي ان حل النظام س تساوي 2 وص بتساوي سالب 1. كده حلينا رقم أ. طب يلا كده نشوف السؤال الثاني رقم ب. شوف كده مع بعض السؤال الثاني رقم ب بيقول ايه؟ من نقطة على سطح الأرض قيست زاوية ارتفاع طائرة. يبقى معنى كده السؤال ده على درس زاوية الارتفاع والانخفاض. قيست زاوية ارتفاع طائرة فوجد أنها 54 درجة و12 دقيقة، يبقى أنا عندي زاوية الارتفاع 54 درجة و12 دقيقة. إذا كان بعد النقطة عن موقع الطائرة 310 متر، فما ارتفاع الطائرة إلى أقرب متر؟ نقرأ السؤال كويس، دايما في مسائل زوايا الارتفاع والانخفاض لازم تقرأ السؤال أكتر من مرة، علشان تعرف ترسم المسألة كويس لازم تقرأها أكتر من مرة. يبقى أول حاجة، من نقطة على سطح الأرض قيس زاوية ارتفاع طائرة فوجد أنها 54 درجة و12 دقيقة. خلاص أنا عرفت الزاوية كده 12، 54 درجة و12 دقيقة. بعد النقطة عن موقع الطائرة، النقطة على الأرض والطائرة فوق في السماء، يبقى البعد بين النقطة والطائرة 310 متر. عاوز ايه هو؟ عاوز ارتفاع الطائرة الأقرب متر، يبقى عاوز ارتفاع الطائرة يعني ارتفاع الطائرة عن الأرض. ارتفاع يعني عمودي، ما تنسوش، الارتفاع يعني عمودي. يبقى في بداية الحل هنرسم المثلث القائم أ ب ج. هنخلي نقطة ج دي هي موقع النقطة، ونقطة أ دي موقع الطائرة، زي ما أنتم شايفين الطائرة فوق ونقطة ج دي على الأرض، وزاوية الارتفاع 54 درجة و12 دقيقة اللي هي زاوية ج. والبعد بين النقطة ج والطائرة اللي هي أ 310 متر، حطيناها على الرسم. وعندك هنا عاوز ارتفاع الطائرة، يبقى المجهول هنا ارتفاع الطائرة اللي هو أ ب اللي احنا هنرمز له بالرمز س. يبقى المطلوب أوجد ارتفاع الطائرة اللي هو س في الرسمة اللي قدام. طب يلا نشتغل كده مع بعض، يلا نشتغل. عندي في المثلث أ ب ج القائم الزاوية في ب، زاوية ج معلومة، والمطلوب المقابل اللي هو أ ب اللي هو س، ومعلوم الوتر اللي هو أ ج. طيب مقابل على وتر، يبقى اشتغل بأنهي قانون؟ هشتغل بقانون الجا. يبقى أنا عندي جا، هشتغل بقانون إيه؟ فانا هنستخدم قانون الجا. يبقى هقول له جا زاوية ج يساوي المقابل اللي هو ا ب على الوتر اللي هو ا ج. يلا نعوض يا رجاله، هيبقى جا 54 درجة و12 دقيقة يساوي المقابل اللي هو س على الوتر اللي هو 310. وهنعمل ايه بعد كده؟ هنعمل ضرب تقاطعي. ما تنسوش ان جا 54 درجة و12 دقيقة مقامها واحد زي ما اتعلمنا في الدروس. يبقى س هتساوي 310 ضرب جا 54 درجة و12 دقيقة. وطبعا الواحد في المقام مش هيأثر معانا في شيء، هنحسبها بالآلة الحاسبة يا شباب. طلع س بتساوي تقريبا 251 متر، أي أن بعد أو آسف أن ارتفاع الطائرة عن الأرض يساوي تقريبا 251 متر. دي كانت إجابة السؤال الثاني ب. يلا مع بعض نروح نشوف مع بعض السؤال الثالث. نشوف السؤال الثالث عليه 11 درجة، بيقول ايه؟ السؤال الثالث أ بيقول لي إذا كانت ص تتغير تغير طردي مع س، وكانت ص بتساوي 40 عندما س تساوي 5، فأوجد قيمة ص عندما س تساوي 10. أول حاجة رجالة ركز السؤال بتاعك، أنت تغير إيه، طردي ولا عكسي؟ طالما س يبقى ده طردي، يبقى ص تتغير طردي مع س. طب لو كانت واحد على س يا أستاذ، يبقى ده تغير عكسي. أنا عندي ص هنا تتغير طردي مع س. يبقى أول حاجة نستخدم قانون التغير الطردي اللي هو ص تساوي ك س، حيث ص حيث ك ده ثابت التغير. طب يلا كده عاوزين نجيب الكاف ده اللي هو ثابت التغير، هنعوض عن الص بكام؟ هنعوض عن الص ب 40، والكاف تنزل وانا عندي الس ب 5، يبقى معنى كده ان 40 تساوي ك ضرب 5. انا عاوز قيمه الكاف، يبقى نقسم الطرفين على 5، 40 تقسيم 5 تعطيني 8.
يبقى معنى كده ان العلاقة بين الصاد والسين هي صاد بتساوي 8 س، مش هي صاد بتساوي كاف س وكاف تلعب ب 8، يبقى صاد هتساوي 8 س. طب عاوز قيمة صاد لما س بكام؟ لما س ب 10، يبقى نقول صاد بتساوي 8 ضرب 10. طبعا ده 8 ضرب 10 كام يا شباب؟ 8 ضرب 10 تساوي 80. ممكن واحد بقى لو ركز معايا وفي الحصص اللي احنا شرحناها مع بعض، لو هيقول لي استاذ طب ما احنا ممكن نحل حل اخر، ان احنا نستخدم القانون الثاني اللي هو صاد واحد على سين واحد تساوي صاد اتنين على سين اتنين. هقول له كلامك صح طبعا، وطبعا هيطلع نفس الناتج، طبعا لازم يطلع نفس الناتج، يعني انت هتقول صاد واحد على سين واحد تساوي صاد اتنين على سين اتنين. صاد واحد عندك ب 40 وسين واحد ب 5، وصاد اتنين مجهوله وسين اتنين ب 10، فهنقول 40 تقسيم 5 يساوي صاد تقسيم 10، وهنعمل ضرب ايه؟ ضرب تقاطعي. يبقى معنى كده ان صاد هتساوي 40 ضرب 10 تقسيم 5، 40 ضرب 10 تقسيم 5، فهتبقى عندك الصاد بتساوي 80. ده حل اخر. تمام يا شباب؟ طيب تعالوا نشوف مع بعض السؤال الثالث رقم ب. السؤال الثالث بقى بيقول لي في الشكل المقابل، مديني زي ما انتم شايفين كده مثلثين الف باء جيم ودال باء هاء. بيقول لي اثبت المثلثين الف باء جيم وهاء باء دال دول متشابهان، ثم اوجد دال هاء. قلت لكم في الحصص اللي فاتت دال هاء كده من غير اي حاجه، اوجد دال هاء معناه اوجد طول دال هاء. يبقى دال هاء من غير اي حاجه علامه عليها معناها اوجد طول دال هاء. طيب عاوزين نثبت مع بعض ان المثلثين متشابهين. طب نركز كده في معطيات الرسم. انت عندك طول الضلع الف باء في المثلث الف باء جيم، طول الضلع الف باء وطول باء جيم وطول الف جيم، الثلاثه معلومين. وفي المثلث باء دال هاء ضلعين بس المعلومين اللي هم باء دال وباء هاء. معنى كده ان النظريه الثانيه مش هينفع نستخدمها هنا يا شباب، لان النظريه الثانيه اللي هي تشابه المثلثان اذا تناسبت الثلاث اضلاع. ما عندكش ثلاث اضلاع في المثلثين معلومين. اي نعم المثلث الف باء جيم الثلاثه معلومين، لكن المثلث باء دال هاء الثلاثه مش معلومين. معنى كده مش هينفع نستخدم النظريه الثانيه اللي هي تناسب الاضلاع الثلاثه. واحد يقول لي طب يا استاذ ما انا عندي ضلعين متناسبين. هقول لك فعلا انت عندك فيه تناسب ضلعين اللي هم الف باء مع الباء هاء، وناخد الباء جيم مع الباء دال. حلو الكلام. طب يا ترى الزاويه اللي بين الضلعين اللي هنا والضلعين هنا، يا ترى الزاويه دي هل بتساوي الزاويه اللي في المثلث الثاني؟ يعني هل في علاقه بين الزاويتين؟ لو انت فكرت كده وبصيت على الرسم كده كويس، هتلاقي في علاقه فعلا بين الزاويتين اللي هو تقابل بالراس. يبقى اول حاجه كده احنا عرفنا مقدما ان احنا هنستخدم انهي نظريه، اللي هي نظريه ثلاثه، اللي هي زاويه واحده تتساوي ويتناسب الضلعين المحددين للزاويه. فلما نيجي نبدا الحل، هنبدا الحل ازاي بقى؟ هنبتدي نعمل التناسب الاول، فنقول له ا ب على هاء ب، هنقسم 4 تقسيم 8 طالعه بنص. بعد كده هنجيب ب ج على ب د، هنقول 5 تقسيم 10 هتدينا نص. يبقى كده معنى كده ان الضلعين متناسبين. طيب ايه اللي عندي كمان من الرسم؟ انا عندي قياس زاويه ا ب ج بتساوي قياس زاويه هاء ب د بالتقابل بالراس. اصبحت زاويه متساويه والضلعين المحددين للزاويه متساويين، يبقى كده المثلثين مالهم؟ متشابهين. يبقى ان يعني المثلث ا ب ج يشابه المثلث هاء ب د، وده المطلوب الاول خلي بالكم. يعني انا عندي من التناسب ومن تساوي الزاويه اللي هو بالتقابل الراس، يبقى من واحد واثنين المثلثين متشابهين. حلو. طيب بعد كده بيقول لي اوجد د الهاء، يعني اوجد طول د الهاء. اول ما يقول لك يا شباب اوجد طول د الهاء يبقى تناسب على طول. يبقى انا هقول له ا ج على د الهاء زي ما النسبتين التانيين طلعوا بنص، يبقى لازم تطلع بنص. طب انت عندك ا ج بكام؟ 7. طب وده الهاء مجهول، يبقى ا ج اللي هو 7 على د الهاء بتساوي نص. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل ضرب تقاطعي. د الهاء ضرب 1 اللي هي د الهاء بتساوي 7 ضرب 2 اللي هي 14. معنى كده ان د الهاء طوله بيساوي 14 سنتيمتر. نشوف مع بعض السؤال الرابع. بيقول لي رقم أ من الشكل المقابل أوجد قيمة س. ركز كده في المسألة يا شباب، هتلاقي عندك ثلاث مستقيمات متوازية وفي مستقيمين قاطعين للتلات مستقيمات. يبقى دي نظرية على طول نظرية مين؟ نظرية تاليس. يبقى أنا عندي ثلاث مستقيمات متوازية، أو مش لازم يكونوا ثلاثة يا شباب، عدة مستقيمات متوازية وفي مستقيمان قاطعان لعدة المستقيمات دي. يبقى على طول هنستخدم نظرية مين؟ هنستخدم نظرية تاليس. هنقول إيه بقى؟ أ ب على ب ج يساوي د ه على هاء واو. أ ب على ب ج بتساوي د ه على هاء واو، تناسب. يلا نعوض بالارقام يا شباب، يبقى 5 على س بتساوي 4 على 6. هنعمل ضرب ايه؟ ضرب تقاطعي. يبقى س او س ضرب 4 اللي هي 4 س بتساوي 5 ضرب 6 تساوي 30. هنقسم الطرفين على 4، يبقى س بتساوي 30 تقسيم 4. نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي في المتتاليه الحسابيه 3 5 7 اوجد ما يلي. اول مطلوب بيقول لي اوجد رقم 1 لحد العشرون،
رقم 2 اوجد مجموع الحدود ال20 الاولى منها. طب نبتدي كده مع بعض واحده 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 واحده. المتتاليه الحسابيه، اهم حاجه في المتتاليه الحسابيه طلع الحد الاول، طلع الدال، يعني طلع اول حد في المتتاليه اللي هو ح واحد، وطلع دال اللي هو الاساس اللي احنا اتفقنا ان احنا بنطرح الحد الثاني ناقص الحد الاول. يبقى انا عندي ح واحد بتساوي كام؟ بتساوي 3، وعندك الدال 5 ناقص 3 اللي هي 2. طب هو عاوز الحد ال20، يبقى استخدم القانون اللي هو ح ن بتساوي ح واحد زائد ن ناقص 1 د. معنى كده الحد ال20 بيساوي ايه؟ ح واحد زائد 19 د. يلا نعوض بقى، يبقى ح 20 بيساوي ح واحد اللي احنا اتفقنا اللي هي 3 زائد ن ناقص 1 اللي هي 19 ضرب د اللي احنا قلنا 2. طالع الحد ال20 كام يا شباب؟ طالع الحد ال20 بيساوي 41. طب ده المطلوب الاول، ايه المطلوب الثاني؟ بيقول لي اوجد مجموع الحدود ال20 الاولى. طب هو كده انا عندي الحد الاول معلوم اللي هو 3، والحد ال20 اللي هو الحد الاخير 41، كده نقدر نجيب مجموع المتتاليه ولا لا؟ طبعا نقدر نجيب مجموع المتتاليه، هنستخدم قانون بيقول ج ن بتساوي ن على الاثنين افتح قوس ح واحد زائد ح ن. يعني لو انا عايز اجيب ج 20 يبقى 20 على الاثنين افتح قوس ح واحد زائد ح 20، وعندك الح واحد وعندك الح 20 وعندك ن ب 20 لان هم 20 حد. يبقى ج 20 بتساوي 20 على الاثنين افتح قوس ح واحد اللي هي 3 زائد ح ن اللي هو الحد ال20 اللي هي 41. طيب 3 زائد 41 44، وعندك 20 تقسيم 2 ب 10، يبقى 10 ضرب 44 تعطينا 440 او بالاله الحاسبه يا شباب. يبقى طالع معانا مجموع ال 20 حدا الاولى طالع كام؟ طالع بتساوي 440. نشوف مع بعض القسم الثاني في الاختبار. القسم الاول كان اسئله المقال، في القسم الثاني مع البنود الموضوعيه. يعني ايه بنود موضوعيه يا شباب؟ بنود موضوعيه يعني صح وخطا واختر. نشوف كده مع بعض. اولا في البنود واحد واثنين ظلل في ورقة الاجابة الف اذا كانت العبارة صحيحة وظلل الباء اذا كانت العبارة غير صحيحة. نبتدي مع بعض اول عبارة، بيقول لي اذا كانت الاعداد 6 و9 وسين و15 متناسبة فان سين تساوي 10. طبعا انت لما تيجي تحل اسئلة الرياضيات غير كل المواد، ان اسئلة الرياضيات لازم تحل الاول في ورقة خارجية او تحل في ورقة الاجابة بس على جنب كده، وبعد كده تطلع شوف قيمة السين. هنحسب قيمة س، والله طلعت 10 يبقى نختار أ، لو طلعت غير أي عدد غير 10 يبقى نختار ب. كلمة متناسبة استفيد منها يا رجالة؟ تمام، هنقول 6 على 9 بتساوي س على 15. وهنعمل ضرب إيه؟ ضرب تقاطعي، يبقى 6 على 9 بتساوي س على 15، ونعمل ضرب تقاطعي. يبقى معنى كده الس هتساوي هنضرب 6 ضرب 15 تقسيم 9. طبعًا 6 ضرب 15 اللي هي 90، 90 تقسيم 9 تعطينا 10. يبقى معنى كده هو كاتب لي ان س ب 10، يبقى معنى كده العباره صحيحه ولا خطا؟ طبعا العباره صحيحه، اي ان هنختار رقم ايه؟ رقم أ. يبقى رقم واحد هنختار أ. طب نشوف رقم اثنين، اذا كان ن و7 فاصلة 2 و14 زوجين مرتبين في تناسب عكسي، حط خط تحت كلمه عكسي. استاذ مش هتفرق؟ لا طبعا هتفرق، زي ما اتعلمنا في الدروس اللي فاتت، في فرق بين التناسب التضادي والتناسب العكسي، عشان كده بقول لك حط خط تحت كلمه تناسب عكسي. فإن قيمة ن هي 14، زي ما قلنا إحنا مش هنختار عشوائي، إحنا لازم نحل الأول. كلمة تناسب عكسي معناها إن ص 1 س 1 تساوي ص 2 س 2، زي ما اتعلمنا. أي أن 7 ضرب ن بتساوي 14 ضرب 2، ما أنت عندك س 1 وص 1 اللي هي ن و7، وس 2 وص 2 اللي هي النقطة الثانية اللي هي 2 و14. يبقى ص 1 س 1 تساوي ص 2 س 2، يعني نضرب ص 1 في س 1 وص 2 في س 2 ويساويين ببعض. يبقى 7 ضرب ن يعني 7 ن بتساوي 14 ضرب 2 اللي هي 28. طب انا عندي 7 ن بتساوي 28، انا عايز قيمه النون، يبقى نقسم على 7، يبقى ن بتساوي 28 تقسيم 7 تعطينا 4. هو كاتب كام؟ هو كاتب هي 14. يبقى طبعا العباره صحيحه ولا خطا؟ طبعا اكيد العباره خطا. نشوف ثانيا، بيقول لي في البنود من 3 الى 8 لكل بند 4 اختيارات، احداها فقط صحيح، ظلل في ورقة الإجابة رمز الدائرة الدالة على الاختيار الصحيح. نشوف كده أول واحدة في البنود اللي هي اختر، بيقول لي في الشكل المقابل جاء 90 ناقص أ بيساوي الاختيار رقم أ 12 على 13، والاختيار رقم باء 5 على 13، والاختيار رقم ج 12 على 5، الاختيار رقم د 5 على 12. طب واحدة واحدة كده يا شباب، واحد يقول لي يا أستاذ جاء أ يساوي مقابع مجرد. طب استنى استنى، هو عاوز يشتغل على مين؟ هو عاوز يشتغل على جاء 90 ناقص أ، يعني هو مش شغال على زاوية أ يا شباب، هو عاوز الزاوية المتممة لزاوية أ. 90 ناقص أ متممة لزاوية أ، مين المتمم زاوية أ؟ طبعا هي زاوية ج. يبقى معنى كده إن السؤال ده عاوز جا ج مش جا أ، هو عاوز جا ج. طبعا الجا بتساوي المقابل على الوتر، طب المقابل لزاوية ج كام؟
خمسة. طب الوتر كام؟ 13. أي أن الإجابة الصحيحة هي ج ج يساوي، أو ج 90 ناقص ألف تساوي 5 على 13. يبقى الإجابة الصحيحة هي رقم إيه؟ رقم ب. نشوف السؤال اللي بعده. بيقول لي مجموعة حل المتباينة 1 ناقص 2 س أكبر من أو يساوي سالب 3 وأقل من 3 هي؟ رقم أ الفترة المغلقة سالب 1 و2، رقم ب الفترة المغلقة من عند سالب 1 والمفتوحة من عند الاتنين، رقم ج الفترة مفتوحة من عند سالب 1 ومغلقة من عند 2، رقم د الفترة المفتوحة سالب 1 و2. طيب احنا قلنا مش هنختار عشوائي، لازم نحل الاول يا شباب. طيب المتباينة دي عشان اشتغل هشتغل على الطرف اللي فيه س، يعني الطرف اللي في النص. هتخلص من الواحد الاول هرحله الطرفين مش خلفه، فيروح بسالب 1 الناحيتين الطرفين. هتبقى الطرف الاول هيبقى سالب 3 سالب 1 اللي هي سالب 4، اصغر من او يساوي سالب 2 س تنزل، اصغر من 3 ناقص 1 اللي هي 2. بعد كده رجاله هنقسم الطرفين على سالب 2، وحط خط تحت كلمه سالب 2، يعني انت هتقسم على عدد سالب، يعني لازم هنعكس علامه التباين زي ما اتفقنا. هيبقى سالب 4 تقسيم سالب 2 هتعطيني موجب 2، وعلامه التباين تتعكس بدل ما هي اصغر من او يساوي هتبقى اكبر من او يساوي وتنزل السين، وبعد كده عندك 2 تقسيم 2 هتعطيني 1 وعلامه التباين هتتعكس. معنى كده ان حل المتباينه هتبقى س اكبر من السالب 1 واصغر من او تساوي 2، يعني مجموعه معنى كده ان السالب 1 مفتوح والاثنين هي المغلقه. معنى كده ان الاجابه الصحيحه هتبقى الاجابه رقم كام؟ رقم ج. نشوف رقم 5. بيقول لي قيمه كاف التي تجعل المعادله كاف س تربيع زائد 40 س زائد 25 تساوي صفر، جذران حقيقيان متساويان. تحديد نوع الجذرين. فاكرين المميز؟ هو ده سؤال المميز. جذران حقيقيان متساويان، اتفقنا ان المميز يساوي صفر. طب لو جذران حقيقيان مختلفان، ما تنساش ان المميز اكبر من الصفر. طب لو لا توجد جذور حقيقيه، يبقى المميز اصغر من الصفر. السؤال بتاعنا جذران حقيقيان متساويان، يبقى هنجيب المميز اللي هو دلتا اللي هو بيساوي ب تربيع ناقص 4 الف ج، وهنساويه بصفر. عندك الالف اللي هو معامل س تربيع يساوي ك، وعندك الباء بتساوي 40 اللي هو معامل س، وعندك الجيم بتساوي 25. يلا نعوض في المميز كده، ب تربيع ناقص 4 ا ج، يبقى 40 تربيع ناقص 4 ضرب ك ضرب 25، وهنقول يساوي صفر. 40 تربيع يا رجاله هتبقى 1600 ناقص 4 ضرب ك ضرب 25، يعني 100 ك تساوي صفر. 1600 ناقص 100 ك تساوي صفر. هنروح ل 1600 الناحيه الثانيه، يبقى سالب 100 ك يساوي سالب 1600. هنقسم طرفين على سالب 100، هيبقى الكاف بتساوي 1600 تقسيم سالب 1600 تقسيم سالب 100 هتطلع موجب 16، اي ان الاجابه الصحيحه هي الاجابه رقم ب. نشوف السؤال رقم 6. اذا تم انسحاب بيان الداله ص تساوي مطلق س 3 وحدات الى الاسفل ووحدتين الى اليمين، فان معادله الداله الجديده هي، سيبك من الاختيارات، تعالى احنا نكون المعادله مع بعض واحدة واحدة. أول حاجة عندي 3 وحدات للأسفل، معناها إن خارج القيمة المطلقة هيبقى 3 بس بالسالب، وده بره القيمة المطلقة، يعني خارج المطلقة تبقى 3 سالب لأن 3 وحدات للأسفل. طيب وحدتين إلى اليمين، يبقى معنى كده إن داخل المطلق هيبقى 2 بس بالسالب، لأن إحنا قلنا طالما يمين يبقى داخل المطلق هيبقى سالب. يبقى معنى كده الدالة الجديدة هتبقى الاتنين بالسالب داخل المطلق والتلاتة سالب خارج المطلق. يبقى معنى كده إن ص هتساوي ص الجديدة هتساوي القيمة المطلقة لس ناقص 2 داخل المطلق بره المطلق ناقص 3. يبقى الاجابه الصحيحه فين اللي فيها س ناقص 2 ناقص 3 بره؟ الاجابه الصحيحه رقم، طبعا رقم د. يبقى الاجابه الصحيحه هي رقم ايه؟ رقم د. شوف السؤال اللي بعده. السؤال السابع بيقول لي الحد الخامس لمتتاليه هندسيه حدها الاول يساوي 3 واساسها سالب 2 هو، ومديني اربع اختيارات. طيب واحده واحده يا شباب، هو عاوز الحد الخامس، مفيش مشكلة. طب متتالية ايه؟ متتالية هندسية. خلي بالك دايما في الاختبار انا عندي نوعين متتاليات، هندسية وحسابية، زي التغير كده، عندك تغير طردي وتغير عكسي، ركز، عندك تناسب عادي وتناسب متسلسل، فخلي بالك في الحاجات اللي بتفرق عن بعض دي. فانت عندك هنا متتالية هندسية. طيب تمام، الحد الاول كام؟ 3. طيب والاساس سالب 2. تيجي نجيب الحد الخامس؟ ممكن واحد يفكر يبدا بثلاثة، هنبدا بثلاثة وكل ما نروح ناقص اتنين. لا، حاسب انت دلوقتي متتالية هندسية مش حسابية،
عارف لو متتالي هندسيه، اسف لو متتالي حسابيه كنت بدات بالثلاثه وكل ما اروح ننقص اتنين زي ما انت بتفكر، لكن احنا دي هندسيه يبقى نبتدي بالثلاثه وكل ما اروح نضرب في سالب اتنين. يعني الحد الاول هيبقى ثلاثه، طب الحد الثاني هيبقى ثلاثه ضرب سالب اتنين اللي هي سالب سته، طب الحد اللي بعده سالب سته ضرب سالب اتنين موجب 12، طب الحد الرابع موجب 12 ضرب سالب اتنين يبقى كام؟ سالب 24. طب والحد الخامس اللي هو عاوزه سالب 24 ضرب سالب 2، سالب ضرب سالب موجب 24 ضرب 2 يبقى 48، معنى كده ان الحد الخامس هيبقى موجب 48. يبقى معنى كده الاجابه الصحيحه يا رقم يا شباب رقم ب. شوف السؤال الثامن، بيقول لي في الشكل المقابل ا ب ج مثلث قائم الزاويه في ا د عمودي على ب ج، عاوز قيمة س، إيه اللي مدهول غير إن المثلث قائم وأسقط من أ د عمود على ب ج؟ أعطيك ب د قيمة طولها 4 سنتي وعندك د ج 5 سنتي. طيب هو عاوز أ، هو عاوز س يا شباب، س دي توصل طول الأ ب. طب ما أنت واخد من نظريات التشابه في المثلث القائم الزاوية إن أ ب تربيع ليها قانون، أ ب تربيع بتساوي المسقط بتاعها اللي هي ب د في طول الوتر كله، يبقى أ ب تربيع بتساوي ب د ضرب ب ج. يبقى معنى كده إن س تربيع هتساوي ب د اللي هي 4 ضرب ب ج اللي هي 4 زائد 5 يعني 9، يبقى ا ب تربيع اللي هي س تربيع بتساوي 4 ضرب 9، يبقى س تربيع هتساوي 36. طب انا عاوز س بس، يبقى ناخد الجذر التربيع، يبقى المفروض س بتساوي الجذر التربيع ل 36 طبعا بتساوي 6، وطبعا مش قلناش سالب 6 لان انت عارف ده س دي تمثل طول، المفروض الجذر التربيع ل 36 موجب سالب 6 لما نيجي ناخد الجذر، بس طبعا عشان السين هنا تمثل طول فاحنا اخدنا موجب 6 بس لان ا ب س دي تمثل طول الالف ب. يبقى معنى كده ان الاجابه الصحيحه هي رقم د. في النهايه يا ابنائي طلاب الصف العاشر، اتمنى من الله عز وجل ان تكونوا قد فهمتم الاختبار وتعودتم على شكل الامتحان، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم ورحمه الله وبركاته، وأتمنى لكم التوفيق في كل ما هو قادم إن شاء الله.